لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر اتصال تليفوني دكتور مجدي شاكر كبير الاثريين بوزاره السياحه والاثار. دكتور مجدي صباح الخير وكل سنه وحضرتك طيب. كل التحيه لحضرتك. صباح الخير لحضرتك وكل المشاهدين حضرتك. يعني اكتشاف مهم وبعثه اثريه كبيره ويعني العرضها ايضا في شنغهاي في الصين، ده ايضا بيعد يعني من اهم مروجات السياحه المصريه والحضاره المصريه العريقه في العالم كله، ومده عرض ايضا المتحف وقت طويل كافي لأن يشاهدوا آلاف أو ملايين من السائحين من العالم كله مش بس من الصين، فحضرتك بتشوف ده إزاي؟ والله عارفة حضرتك إن يعني من ضمن الترويج للسياحة المصرية، من ضمن ما هي الترويج للسياحة المصرية وللمتحف المصري هو هذا المعرض الذي يعني تنظمه مصر في دولة الصين، ودي بيأتي نتيجة الجهود أو نتيجة الزيارة الأخيرة التي قام بها السيد الرئيس لدولة الصين. تاني حاجة نتيجة أن بقت السياحة الصينية بقت مورد هام في السياحة المصرية، وبقى عدد كبير جدا من السياح الصينيين يأتوا لمصر، بجانب أن الصين دولة حضارية بتشمل نفس العمق الحضاري وعندها دولة حضارية مهمة جدا جدا. وبالتالي أنا برى أن إقامة هذا المعرض في دولة الصين لهذه الفترة هي نتيجة جهد استمر يعني عدة سنوات. تاني حاجة أن الصين ما كانتش دخلت مجال المصريات، يعني ما كانش لها بعثات بتشتغل في مصر إلا من حوالي سنتين بدأت بعثة الصينية تشتغل في معبد الكرنك في الأقصر. وبالتالي أرى أن هذا المعرض هو يعني مهم جدا جدا للترويج كمان مش بس للسياحة المصرية، للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير الذي ينتظره الجميع. فهذا المعرض وما يضمه من آثار، احنا بنتكلم على حوالي 778 قطعة، وده رقم ضخم جدا جدا، بيشمل كل الآثار من كل العصور وجاي من مجموعة من المتاحف. يعني هم اختاروا قطع بعناية من متحف المانيا القصر محمد علي، من متحف الأقصر، من الإسماعيلية، من السويس. يمكن افضل حاجه في هذا كمان هذا المعرض هو القطع الاثريه والتوابيت التي اختيرت حوالي 10 توابيت بالمومياوات بتاعتها جايه من جبانه البوبوسطين، ودي اللي اكتشفتها البعثه المصريه سنه 2020 واللي اعتبرت من اهم الاكتشافات الاثريه على مستوى العالم، ودي بعثه مصريه خالصه. وبالتالي بارى ان هذا المعرض نتمنى انه يقرر في دوله زي الصين. ويعني سمعنا كمان ان في قبل ما يفتح المعرض دلوقتي تم افتتاح حوالي 200,000 تذكره، واحنا قدامنا حوالي يعني اسبوعين او حاجه زي دي، فدي بيدل ان هذا الشعب عنده شغف وعنده يعني رؤيه مهمه جدا. معروف ان الصين دوله حضاريه والشعب بتاعها بيهتم بالحضاره والثقافه، وبالتالي هذا المعرض انا بعتقد ان هو يحقق يعني اذا كان المعرض بتاع رمسيس في استراليا محقق نتائج مهمه جدا جدا ووصل لنص مليون زائر، ولكن دوله الصين احنا بنتكلم عن مليار وشويه، فيعني ان شاء الله يكون اعداد السياحه في هذا المعرض اعتقد انها يكون اكبر واضخم واهم. ومش بس المعرض قيمته في ان احنا بناخد منه تذاكر، هي قيمته كمان في الترويج لكل انواع السياحه. شركات السياحه اكيد كلها هتزور هذا المعرض، وبالتالي هي فرصه ان احنا ندعو لجميع السياح الصينيين ان ياتوا لمصر، واكيد بتبقى في فعاليات على جانبي المعرض من فعاليات فنيه ثقافيه حضرات، ممكن نعمل ندوات، وبالتالي كل ده ياتي في اطار للترويج للسياحه المصريه عموما، وده مبادره مهمه جدا. فالمعارض عموما هي يعني رؤيه لمصر في الترويج او القوه اللي تعرض قوتها الناعمه، لان مش كل الناس هتستطيع ان هي تاتي لمصر، وبالتالي احنا بنقول لهم عينه من اللي موجود من الاثار المصريه عايز تكمل وترى يعني الجانب الاخر او ترى اثار اخرى يبقى ممكن تتفضل علينا وتيجي. ففرصه لكل شركات السياحه المصريه تذهب الى هذا المعرض وتدعو السواح الصينيين، ندعو كمان كبرى الشركات السياحه الصينيه. واحنا دلوقتي الحمد لله الدوله بدات تحط كمان اللغه الصينيه في يعني المعلومات الارشاديه اللي موجوده في المناطق الاثريه، بدات تشجع على تعلم اللغه الصينيه بحيث يبقى عندنا مرشدين يتكلموا باللغه بتاعه الصينيين، ودي مهمه جدا جدا. فانا شايف ان هذا المعرض هو معرض الطلاب كمان اللي بيدرسوا اللغه الصينيه في مصر طبعًا. زاد بشكل كبير وملحوظ جدا دكتور مجدي طبعًا. وده يعتبر كمان طبعًا. من اتجاه مصر من سنوات لاتجاهنا لدول شرق اسيا، لاننا نشوف ونقتحم أسواق جديدة غير السوق الأوروبي وأوروبا الشرقية أو الغربية أو أمريكا، فإحنا كده اتجاهاتنا على حسب الخطة الموضوعة الطموحة للسياحة المصرية، وإن إحنا نخترق بالفعل شرق آسيا ودول ما كناش يعني أساسا بنتعاون معها بشكل كبير. يعني انت عارفه حضرتك ان احنا يعني كان الاول كان تركيزنا على الساحل الامريكي الساحل الاوروبي،
ولكن يمكن حتى في الاقتصاد، ويمكن شفنا حضرتك انضمام مصر للبريكس مع روسيا والصين، ودي كانت نقطه مهمه مش بس للناحيه السياحيه. فاحنا دلوقتي بقى عندنا اسواق واعده جدا من الهند، لان الدول دي كنا الاول بينظر لها ان هي دول فقيره وما كانتش بتخرج كتير للسياحه، لكن دلوقتي معروف ان الصين زي الهند، الدول دي جنوب شرق اسيا كلها كمان، احنا دلوقتي في الدول الاسلاميه اللي هي يعني انسلخت على العهد السوفيتي دلوقتي بيجهز لها مزارات آل البيت، لان الدول دي مهتمه جدا بفكره مزارات آل البيت. وبدا السيد الرئيس، شفنا افتتاح المسجد الحسيني ثم السيده زينب ثم السيده نفيسه، فاحنا برضو بنجذبه من هذا النوع. وبالتالي منطقه جنوب شرق اسيا انا برى ان هي المستقبل وهي السوق الواعده، وخاصه ان هذه الدول بقى عندها رخاء اقتصادي مهم جدا جدا، وبالتالي ده مرتبط طبعا بسفر اهلها، وما كناش بنشوف دي في الاول. وبقى الصين دلوقتي الساحل الصيني بقى رقم في يعني في السياحه المصريه، وبالتالي نرجو ان احنا نبدا نجهز نفسنا لهؤلاء الناس، لان الناس انت عارفه طبيعتهم الكتله الشرقيه مختلفه تماما، سواء في السكن او في الفندق او في الاكل او حتى السوفينير اللي هم بياخدوه ليهم. فاتمنى ان السوق المصري تكون برضه مجهزه نفسها في استقبال السياحه الصينيه بتنوعها، ندرس ثقافتهم وندرس عاداتهم وتقاليدهم. فانا برى ان هذا الموضوع مهم جدا، وزي ما حضرتك اشرتي ان بدات بعض الكليات في الجامعات المختلفه تدرس اللغه الصينيه بحيث يبقى في تفاعل اكثر، لان الدول دي يعني للاسف بيتكلموش غير اللغه بتاعتهم او اللغه بتاعتهم هي الاساسيه، وبالتالي هي فرصه ان احنا كمان يعني ندعو اولادنا. خصوصا السيد الرئيس كان دايما يقول سوق العمل مرتبط بفكره الايه؟ ان انت هتشتغل ايه؟ فاحنا بنقول اهو من ضمن يتطلبوا سوق العمل، وخصوصا بعد انضمام مصر لمنظمه بريكس او دول بريكس، ويعني التعاون المثمر في جميع المجالات، وخاصة طبعا دي بداية موفقة جدا للمتحف أو معرض للآثار المصرية في متحف شنغهاي بالصين، وزي ما حضرتك ذكرت وقبل افتتاح المتحف المصري الكبير اللي بننتظره وبينتظره العالم كله. دكتور مجدي شاكر كبير للآثاريين بوزارة السياحة والآثار، بشكرك شكرا جزيلا ويوم سعيد.